قاعة الولاية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال على مستوى ولاية الحوض الغربي تنطلق في مرحلتها الثانية من حي العرقوب بمدينة العيون بإشراف مدير ديوان والي الحوض الغربي. فمنذ الساعات الأولى باشرت الفرق الصحية عملية تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 إلى 5 سنوات. وهذه الحملة هي الحملة الثانية من نوعها، وستشمل جميع مناطق الولاية، وقد استكملت جميع الوسائل اللوجستية، وستكون في النقاط الصحية بالولاية. كذلك هناك فرق متنقلة ستصل إلى كل منزل إن شاء الله. المدير الجهوي للصحة بولاية الحوض الغربي دكتور أمدوبا أكد أن الوقاية من شلل الأطفال تتطلب من الجميع المشاركة في جهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين عبر تحصين الأطفال ضد الشلل. بدوره عمدة بلدية العيون أشار إلى أهمية المشاركة الفعالة في هذه الحملة بغية تحقيق النتائج المرجوة منها. اللي نختار نوجهون للمواطنين على امتداد التراب الوطني بولاية الحوض الغربي بصفة خاصة، على أنها فرصة تنتهزها مدة بياك أنها تقوم بتلقيح الأطفال ضد شلل ضد الشلل، به اللي مرض الشلل وقايته هي أفضل علاج، والوقاية تتمثل وتتجسد أساسا في هذه الحملات اللي ينقام بها. المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني طالب بدوره من الأمهات تلبية الدعوة والإقبال على مراكز التلقيح. نختار من هذا المنبر نوجه لأمهات الأطفال اللي مستهدفين من 0 إلى 5 سنوات أنهم يلتزموا أماكنهم ومنازلهم في هذه الأيام الأربعة إلى أن تجيهم هذه الفرق المتنقلة من باب إلى باب. وتؤكد المصالح الصحية أن الحملة ستجوب مختلف مناطق الولاية بعد أن سخرت لها كل الإمكانيات. إذا من أجل إنجاح هذه الحملة والوصول إلى الهدف المنشود سخرت جميع الوسائل، من الوسائل البشرية والوسائل اللوجستية. عندنا هنا على مستوى الولاية 180 عنصر تحسيس اللي بدوا عملية التحسيس منذ يومين، وسيرافقون فرق التلقيح خلال أيام تلقيح لمدة 3 أيام. كذلك عندنا على مستوى الولاية 180 فريق تلقيح. على مدى 4 أيام ستستمر هذه الحملة التي يأمل المشرفون عليها أن تشمل كافة الأطفال المستهدفين على مستوى ولاية